السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا آل سبع بريزي وعصام بريزي 1 وعصام بريزي 2 كيف حالكم أنتم بخير أبدأ سلامي وتحياتي خاصة على شيخنا بدر علي بدر الزمان حفظه الله ورعاه ونسأل الله أن يوافقنا على الصواب ونسأل الله أن يطيعه عمرا طويلا مع الصحة والعافية إن شاء الله وبعد ذلك أسلم على شيخنا نور المطلسم شيخ تناب وحفظه الله ورعاه ثم أسلم على شيخنا نيكولا فاليساركو ثم على شيخنا إمام بارو وسيرجي كوناتي وإمام كوناتي ودكتور كوناتي وبابا تراوري ثم على جميع الشيوخ الذين معنا في هذه المجموعات الثلاث إن شاء الله وبعد تحية الشيوخ أسلم على جميع أصدقائي الذين معي في هذه المجموعات الثلاث وبعد تحية القول نسأل الله أن يوافقنا على الصواب ونسأل الله أن يعطينا علما نافعا وأن يبارك الله في مجموعتنا الثلاث التي هي عصام بريزي 1 وعصام بريزي 2 وعصام بريزي إن شاء الله اللهم آمين آتي وبعد تحية الشيوخ والأصدقاء أريد أن أترجم لكم فائدة شيخنا بدر علي هو الذي جعل هذه الفائدة لنا إن شاء الله وهذه الفائدة ماذا تنفع ما نفعها وهي للقهار يعني من يريد أن يقهر كل ما تريد سواء كان مالا سواء كان مرأة سواء كانت تريد أن تجلب شخصا يعني تقهر شخصا حسب مرادك من سلطان وسلاطين وأي ما تريد إن شاء الله مسمى باسم الله القهار قهر كل الجبارين فهمنا والكافرات والكافرين واليهود والنصارى يأتون إليك بالمال سريعا مع كل أموال الدنيا إن شاء الله فهمنا نعم وهي للجلب أيضا للجلب اليهودي والنصراني ولو التجار وكل الناس فهمنا والناس الخير هناك بعض الأناس لا ينفعونك يعني تقهرهم وهم لا ينفعونك فهمنا بإذن الله الله يقهرهم لك وذوي الأموال الله يقهرهم لك والنساء وكل ما تريد إن شاء الله إن استعملت هذه الفائدة تجد جميع ما تريد من الناس فهمنا ولو البخيل الله يقهره لك كل شيء هذا كل الكلام نعم إن شاء الله من يريد ذلك فيجب عليك أن تتصدق في هذه الفائدة فهمنا نذكر لكم طريقتين في عمل هذه الفائدة فهمنا استعمال هذه الفائدة طريقة